بسم الله الرحمن الرحيم. هذا نداء، والنداء يرتد، وأعمالكم كالنداء. ألم تسمعوا قول الحكيم جلال الدين الرومي حين يقول: وهذه الدنيا كالجبل، وأعمالنا كالنداء، وإنما يرتد إلينا من ذلك النداء الصدى، أي أن ما تفعله من خير أو شر سوف يدور ويعود إليك. أيها الإخوة الأحبة، والأخص أهل بلاد الشام والسوريين، لقد مرت عليكم ظروف ولا تزال تمر من أصعب الظروف التي يمكن للمرء أن يتخيلها. لم يمر بالتاريخ مثل هذا الظلم الذي تعرضتم له، ومثل هذا الاستهتار العالمي بحقوقكم وبآلامكم. ليس فقط الاستهتار العالمي، وإنما الاستهتار من أخوتكم، من أبناء طينتكم ودمكم ولحمكم. ولكن يا إخوتي، هذه الآلام تعاطف معكم كثير من الناس من دول مختلفة، من العرب والعجم، من الأفراد والمؤسسات، وبعض الدول تعاطفت معكم ومع حاجياتكم وآلامكم. النداء الآن موجه إليكم أنتم يا إخوتي، احرصوا على أن تتركوا أثرا طيبا خلفكم. احرصوا على أن لا تسيئوا إلى شعبكم، ولا إلى دينكم، ولا إلى أمتكم، ولا إلى لغتكم بأي شكل من الأشكال. أنت كسوري معتر، مظلوم، لاجئ، قلبك مليء بالآلام والهموم والجروح، هذا كله صحيح، وكان الله في العون وفرج عنك كل هذه الآلام. ولكن يا أخي، انتبه للأثر وللصورة اللي تتركها عند الآخرين عنك كمواطن، كإنسان سوري. يعني سمعة السوريين كانت طيبة جدا، نتمنى دائما أنه هي تكون مستمرة. هذا الكلام هو عام، ولكن أخصصه للسوريين. لماذا؟ لأنهم الآن مشردون ولاجئون في دول عديدة. هذا الكلام أقوله لأنه وصلني أخبار أن بعض السوريين يقومون بأفعال تسيء إلى سمعتنا، مثلا في تركيا أو في دول أخرى، وحتى هنا في السويد. هذا الأمر يا أخي يجب أن تنتبه. أنت عندما تسيء فسوف تعود الإساءة لك ولكل من ينتمي إليك. هم لن يقولوا فلان، سوف يقول السوري المسلم أو غير المسلم، يعني كل واحد بحسب صفته، لكن بيقول لك سوري. أنا حضرب لكم مثال. أنا بمجال عملي بساعد الناس، بيسألوني أنت منين، بيحبوني، بقول له أنا من سوريا. أنا بيحبوا يسألوا، أنا ما بحب حدا يسألني أنت منين، أنا ما بعترف بهي الأمور، بس أنا بعترف أني أنا إنسان. أما هاي من أنو بلد؟ من أنا والله من الشام، من سوريا، على عيني. بيحبوا يعني بينبسطوا. في منهم والله وقت قلت له أنا من سوريا المرضى شاتي صاروا يبكوا، الله وكيلكم. حتى واحد منهم أمريكي، أمريكي، لما قلت له شاب، لما قلت له أنا من سوريا عيونه دمعوا. ففي ناس طيبين في كل مكان يا إخوتي، ما يكون واحد يعني يأخذ كل الناس على نفس الوتيرة. وفي كتير ناس متعاطفين مع السوريين ومتألمين لآلامهم كتير، مو شوي. طيب، هلأ النقطة وين يا أخوتي؟ النقطة أنه اللي بدي أقولكم إياها، أنه مرة أخت من الأخوات كانت في مكان، فشافها واحد سويدي، فقال لها أنت منين؟ قالت له أنا من سوريا. قال له والله أنا حبيت كلمة سوريا والسوريين بس لأنه عرفت على دكتور اسمه حسام من سوريا، لأني حبيته، حبيت سوريا وحبيت السوريين معه. فهي انبسطت كتير، قالت له هذا من عنا، وهيك يعني رفعت راسها. هيك احنا بدنا، ما بدنا انه يعني مثل ما وصلتني الاخبار اليوم من اسطنبول
انه اخ عم يقول لي انه لما اجوا على تركيا بالبدايه كانوا يحبوهم كثير والناس وتعطيهم بيوت، وحتى في ناس تركض تجيب لهم اغراض للبيت، ويعني اتراك كثير طيبين. هلا عم يقول لي والله يمكن ما حدا عم يرضى ياجرنا. قال لي انا وقت استاجرت اخر بيت جيت على البيت نظفته كلياته انا وزوجتي احسن تنظيف، مسحت رفوف، اصلحت كل شيء خربنا له فيه، وفوق منها لما اجى اعطيته الله يجزيك الخير يا اخ محمد، اعطيته 200 دولار مع انه انا بحاجه لهم، عفوا 200 ليره تركي يعني 100 دولار، لانه مع اني انا بحاجه لهم اعطيته اياهم. قلت له اذا في شيء ناقص انت شايفه بده تصليح صلحه. فراح هو هيك هذا الشاب التركي هيك عمل هيك فتح رفوف مسح الرف، قال ماسحين الرف يعني شوف استغرب. قال لي انا ما بدي اترك اثر طيب مشان يقول والله انا اجرت واحد سوري بس طلع من البيت ترك لي البيت نظيف، هيك بدنا نترك اثر. ولا الاخ ابراهيم بالمغرب لما اجى واحد قال له صاحب البيت قال له بدي البيت، قال له هلا اذا بدك بطلع لك من البيت، قال له هلا بطلع اغراضي بحطهم بالشارع ولا تهك الهم انا ما بصالك بالبيت، كان خايف انه يعصاله بالبيت. وبالفعل ثاني يوم طلع له من البيت، لك استغرب بعمره ما مر عليه واحد هيك بهالسهوله بالتعامل. هيك بدنا نكون، ما بدنا انه نترك نوسخ افانا بعدين الناس تصير تحكي علينا وبعدين بتعود لنا الشغله على كل السوريين بشكل عام. انتبهوا يا اخوتي، هذا الشغلة مو بس عائدة عليك وعلى أهلك وعلى ناسك. يعني ما تفكر إنه والله إذا أنا هلأ سويت خلاص البلد اللي ما يعني شو ما بدي بساي فيها لأنه مو بلدي، لا هذا كله حيرجع عليك أنت أول واحد وعلى أولادك وعلى مرتك. انتبه دائما خليك نظيف، لا تكب زبالة بالشارع، لا تحاول إنك تكذب رغم ظروفك الصعبة، ما بيبرر لك ظروفك الصعبة وآلامك، ما بيبرر لك إنه أنت تصير إنسان سيء ولا بأي شكل من أشكال. فهمت علي شلون؟ يعني هاي هي الرسالة. الله يخليكم، الله يخليكم يا أخوي، احرصوا على أنه تتركوا انطباع جيد عند الناس، والله حيرجع علينا كلياتنا، عم بحلف لكم بالله كل شيء صح خير نحن بنعمله حيرجع علينا كلياتنا، وكل شيء شر رح نعمله حيرجع علينا كلياتنا. اللي له دخل واللي ما له دخل كلنا بدنا نتعاون مع بعض. هذا هو النداء الذي أحببت أن أرسله، فأرجو منكم أن تسامحونني، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا خير خلف لخير سلف، تعفوا من قصدي. طول عمرنا كان عنا العزة والأخلاق والكرامة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدها لنا. آمين. سلام عليكم.